السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، الشعب الأدبية، لقاء جديد ومدرسة على الهواء. نحن في ليالي الامتحان أو الليالي النهائية لامتحان مادة الجغرافيا السياسية، وإن شاء الله إحنا بنقول معنا دائما الجغرافيا السياسية سهلة. أبنائنا الأعزاء، طبعا بنواصل معاكم مراجعة الجغرافيا السياسية، وإحنا كنا حرصنا كل الحرص على إن إحنا في المراجعة بتاعتنا نكون ملتزمين بكم كبير جدا من الاسئله، وعشان كده الحلقات تلاقوها دائما، حتى احنا يعني في الاتصالات قافلين الاتصالات عشان نقدر نقول البرنامج بتاع المراجعه بتاعنا بكل نقدر نقول هدوء. طيب، في حاجه مهمه جدا احنا عايزين نتكلم عليها، دار جدل من كام يوم على الطلبه لما جبنا سؤال للكوميسا. احنا جبنا سؤال تعريف الكوميسا، وطبعا احنا بنقول ان تعريف الكوميسا ده اللي هي التكتل بتاع دول جنوب وشرق القارة، ده مقرر علينا، أما درس الكوميسا غير مقرر. يعني أنت عندك حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، أنت عندك لحد صفحة 90 مقرر عليك. تعالى نرجع لصفحة في كتاب المدرسة طبعة السنة دي، نفتح صفحة 86، نلاقي في أعلى الصفحة هقرا لك مكتوب ايه. نستنتج من الخريطة اهم التكتلات التي توجد في العالم، وهي الاتحاد الاوروبي، تكتل النافتا، منتدى التعاون الاقتصادي يضم جنوب شرق اسيا، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اتحاد المغرب العربي، خلي بالك من اللي جاي، والكوميسا. وكتب جنبها ايه بقى؟ وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا عام 1981. اذا تعريف الكوميسا مقرر عليك، بطل الجدل ده بقى، خلاص كده احنا ننهي الجدل، التعريف موجود. وفي حاجة تانية مهمة جدا خلي بالك منها، ان برضو الكوميسا على الخريطة كتكتل مقررة عليك، لانها موجودة في خريطة الكتاب المدرسي، ولا تزعل من اي حاجة خالص ولا تتهز. ادي خريطة افريقيا اهي، ولما اجي اقول التكتلات فين في افريقيا هنشوف على الداتا دلوقتي مع بعضينا خريطة افريقيا. لما نيجي نقول تكتل اسمه الكوميسا، يبقى انا هشاور هنا على الدول دي اللي هي دول شرق وجنوب افريقيا. شرق وجنوب افريقيا، ادي دول الكوميسا، ادي التكتل المعروف باسم الكوميسا. يبقى انا هنا لما يجي يقول لي تكتل اقتصادي اقول له ايه؟ الكوميسا، على هذه الاجزاء اللي انا اشرت اليها دلوقتي. تمام كده؟ بالإضافة إن أنا عندي هنا تكتل تاني اللي هو تكتل دول المغرب العربي اللي بيضم إيه؟ بيضم ليبيا، يبقى ليبيا هنا في تكتلين، تمام كده؟ بيضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب موريتانيا، ده تكتل دول المغرب العربي. بسمع بعض الناس يقول لي فاكر في الوحدة التانية في المشكلات، في مشكلات الرعاة، قال إن في تكتل يضم 16 دولة في غرب أفريقيا هنا اسمه تكتل الإيكواس. تمام، شغال. يبقى احنا برضو معانا التكتلات زي ما احنا بنتكلم عليها، بس احنا حريصين كل الحرص ان احنا نتبع الكتاب المدرسي وتعليمات مستشار المادة، لان احنا بنشتغل هنا في القناة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتلفزيون المصري مشكورا. طيب، احنا بقى كده بنتكلم على او بنواصل مع بعضينا الاسئلة، واحنا حرصنا ان احنا ناخد الدرس التمهيدي والوحدة الاولى في الحلقات الماضية. احنا بنتكلم النهاردة بقى على الوحدة التانية، كبيرة شوية قوي، وبعد كده هنتكلم بقى في الحلقات اللي جاية على الدرس بتاع الوحدة التالتة، وهو درس التكتلات الاقتصادية المحذوف منه درس الكوميسا. تعالوا نشوف الاول على الشاشة بعض الاسئلة كده اللي بتعمل تنشيط للذاكرة، اختار من بين الاقواس من الاسئلة التي توجد دائما في امتحانات الثانوية العامة من الدول التي لها واجهة بحرية واحدة. عندك المغرب، فرنسا، سوريا، افغانستان، واجهة بحرية واحدة. طيب تعالوا نشوف الاجابة بتاعتنا هتكون ايه. الاجابة بتاعتنا هتكون سوريا، ولازم زي ما تعودنا دايما ان احنا معانا الخريطة، لما اقول لك على دولة لازم تشاور لي هي موجودة فين. واحنا اتفقنا ان معانا خريطة العالم، هنشوف على الداتا خريطة العالم. واحنا اتفقنا برضو في الخريطة اللي موجودة معانا ان خريطة العالم هي الاساس، لان انا بطلع منها القارات. يعني احنا لما نيجي نتكلم على القارة اللي قدامنا دي، احنا بنتكلم على قارة افريقيا. تمام كده؟ لما نيجي نقول القارة دي ايه؟ دي قارة اسيا.
وادي الامريكتين، ودي قاره اوروبا اللي في المربع قاره اوروبا. يبقى القارات موجوده معايا اهي، خارطه العالم، خارطه العالم نشتغل عليها كاساس. تمام. اين توجد دوله سوريا التي تطل بساحل واحد؟ خلي بالك سوريا اهي اللي هي فين. تعال نشوف خريطة قارة اسيا، يعني نعمل زوم، كبرنا قارة اسيا اهو وعملنا لها تكبير، لقينا الدولة اهي اللي موجودة، دولة ايه؟ سوريا، تطل على الساحل للبحر المتوسط، على شرق البحر المتوسط اهو، بواجهة واحدة، الواجهة اللي موجودة قدامنا. يبقى انا شفت في السؤال اللي موجود على الشاشة، نرجع تاني لسؤال الشاشة بتاعنا، بيقول من الدول التي لها واجهة بحرية واحدة، قلنا ايه؟ سوريا. لازم تشوف شكلها، لازم تشوف شكلها، يبقى معاك الخريطة دائما وابدا وانت بتذاكر الجغرافيا السياسية. تمام. نرجع تاني لسؤال اخر، من الدول التي لها واجهتان بحريتان، عندي هنا تشيلي، فرنسا، اثيوبيا، موريتانيا. جميل. طيب لما يقول لي الدول التي لها واجهتان بحريتان، وراح مكلمني على الدول اللي هنشوفها على الخريطة دلوقتي، وبيقول لي هنا تشيلي، دولة تشيلي اهي، لا لها واجهة بحرية واحدة، يعني بتطلع على المحيط الهادي بواجهة بحرية واحدة، زي مين؟ سوريا اللي احنا لسه شايفينها من شوية. طيب يبقى بيكلمني هنا على اثيوبيا. اثيوبيا دولة حبيسة، اثيوبيا موجودة اهي، دولة حبيسة اثيوبيا. تمام. لا تستطيع الاتصال بالدول بالعالم الخارجي الا عن طريق الدول المجاورة. طيب بعد كده بيقول لي موريتانيا، عظيم جدا، فاكرين نواكشوط العاصمة الساحلية؟ يبقى انا عندي هنا دولة موريتانيا. طب دولة موريتانيا دي دولة بتطل على الساحل بكام واجهة؟ تعال بص وشوف قدامك كده، هي واجهة واحدة بتطل بيها على الاطلسي. يبقى هنا الكلام ده كله انت بتعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنستبعد الاجابات الخاطئة. وصلنا الى فرنسا، بس هي دي غاية المراد، ان انا اوصل للدولة اللي موجودة دي، دي دولة فرنسا فعلا تطل على البحر المتوسط من الجنوب وعلى المحيط الاطلسي ممثل في خليج بيسكي او بيسكاي اهو، وبحر المانش في الشمال. يبقى بتطل على واجهتين بحريتين من الجنوب ومن الشمال والشمال الغربي. يبقى بتطل على واجهتين بحريتين، هنا الاختيار هيكون فين؟ فرنسا. تعال نرجع للشاشة تاني للسؤال بتاعنا، الاختيار ايه؟ الاختيار اللي تم قدامنا هنا ايه؟ فرنسا. طيب نشط نفسك واتكلم عن فرنسا، يبقى انت بتتكلم عن دولة غنية جدا في المطالب. تعال نشوف الدولة الغنية جدا في المطالب اللي هي فرنسا، كبرناها عندنا اهو، نرجع للداتا بقى ونشوف الدولة اللي موجودة فرنسا اهي، كبرنا الدولة خالص وعملنا لها زوم. الدولة دي زي ما انت شايف اهو بتطل على واجهتين بحريتين، واجهة من الجنوب وواجهة زي ما قلنا من الشمال والغرب والشمال الغرب. طيب فرنسا اذا دولة لها واجهتين بحريتين. فرنسا دولة ذات شكل مندمج، يعني المسافة من وسط الدولة الى اطرافها تقريبا تكون ايه؟ متساوية. يبقى ذات شكل ايه؟ مندمج. فرنسا دولة ذات حدود مثالية، كل دي مطالب فرنسا. يا جماعة فرنسا غنية جدا بالمطالب، يعني بتيجي في اسئلة الامتحان الاسئلة العادية. طيب هنا الدولة دي ذات حدود مثالية، هو انت مش شايف عندك هنا ان دي حدود مائية، والحد الطبيعي المائي هو حد مثالي. عندك حد جنوبي هنا مع دولة اسبانيا، لان دي دولة اسبانيا، الحد الجنوبي ده جبال البرانس، جبال البرانس. يبقى انا عندي هنا برضو حد الحدود الجبلية، اقوى انواع الحدود، الحدود الجبلية افضل انواع الحدود. طيب جميل جدا. عندي كمان حد نهري هنا مع المانيا، نهر الراين، حد نهري مع المانيا، ومن افضل الحدود كمان، يعني مش الانهار افضل الحدود، هي الجبال افضل الحدود، لكن انا بقول على نهر الراين افضل شكل من اشكال اختيار الحدود، اذ ان الحدود في الراين تسير مع خط العمق الملاحي.
يعني اعمق اجزاء المجرى، واتفقنا ان احنا قلنا ان ده افضل انواع في الحلقات الماضية، افضل انواع الحدود او اشكال الحدود في مناطق الانهار. تمام كده، يبقى حدود مثالية، دولة مندمجة، دولة تطل على الساحل بواجهتين. تعال نقول حاجة كمان، دولة نموذج للدولة الوحدوية، تتميز الدولة الوحدوية بتجانس السكان وتتميز وتتميز، وقعدنا نتكلم كتير، يبقى هنا دولة نموذج للوحدوية. تعال نتكلم عن حاجة تاني في الاكتفاء أو من حيث تصنيف الغذاء، دولة لديها اكتفاء ذاتي نسبي من الغذاء. يبقى أنا كده فرنسا دي شغالة جامد في دماغي. خلاص كده؟ طيب ده بالنسبة للسؤال بتاعنا، واحنا نرجع تاني للشاشة بنقول من الدول التي لها واجهتان بحريتان عندي الاختيار كان فرنسا. ناخد سؤال تاني من الأسئلة بتاعتنا، من الدول الجزرية دولة السعودية، المغرب، تشاد، اليابان. الدول المكونة من جزر، السعودية احنا عارفين تطل على يعني مسطحين مائيين، ولكنها دولة نقدر نقول ايه متماسكة، دولة قطعة واحدة. المغرب نفس الكلام، تشاد دولة حبيسة خالص. يبقى عندي اليابان، اليابان يا جماعة عبارة عن جزر، أربع جزر، هوكايدو وهونشو وشيكوكو وكيوشو، تفصل بينها مياه، ولذلك هي دولة مجزأة بحرية، هي الدولة التي تفصل بين أراضيها مياه، ولذلك يقول لك صح أو خطأ، تتميز أراضي اليابان أو أراضي اليابان مترابطة، خطأ، مجزأة بحرية تفصل بينها مياه. يبقى الاختيار بتاعنا هنا هيكون مين؟ الاختيار بتاعنا اليابان. الاختيار بتاعنا هو يا جماعة قدامنا اليابان. طيب قلت لك برضو مفيش اسم يجي قدامك في سؤال إلا ما بص على صورته. تعال نشوف الصورة بتاعت اليابان، ودي خريطة قارة آسيا قدامنا اهي. تمام؟ طب انت ليه يا مستر ما بتشتغلش على خريطة العالم اللي انت قلت عليها من شوية؟ هقول لحضرتك على حاجة، تعالى على خريطة العالم الموجودة، انا حاطط الخرائط فوق بعض اهو، خريطة العالم ادي قارة اسيا ادي اليابان اهي. تمام كده؟ طيب ارجع بقى للخريطة الكبيرة بتاعتنا، نفس شكل قارة اسيا اهو، نفس الشكل اهو، والربط بتاعنا موجود اهو، وادي هوكايدو، وادي هونشو، وادي شيكوكو، وادي كيوشو، وادي الاربع جزر، وادي اليابان. ادي اليابان، ادي اليابان. عشان كده بقول لك اساس عندك خريطة العالم وخرائط القارات، وغالبا في الامتحان ما بتكون خريطة عالم او خريطة قارة. تمام كده؟ طيب تعالى نشتغل اليابان، نسيبها ونمشي؟ ما نسيبهاش ونمشي. ما انا قلت لك لازم تنشط نفسك. زي ما عملنا مع فرنسا نعمل مع اليابان. اليابان عندي هنا عاصمة داخلية، كيوتو، عاصمة قديمة كيوتو. عندي عاصمة مستحدثة طوكيو، عاصمة مستحدثة طوكيو. ورد ذكر اليابان فين تاني؟ اليابان هي الدولة بيجي يقول لك ايه يعتمد التقدم الصناعي. انا عايزك تناقش العبارة الاتية لما يجي يقول لك ايه، ما رأيك في مدى مصداقية العبارة الاتية؟ يوجد التقدم حيث الخامات، التقدم الصناعي حيث الخامات، خطأ. يوجد التقدم او يتركز التقدم الصناعي حيث العقول والمهارات، اليابان مثال لذلك. اليابان يبقى اليابان ورد ذكرها فين؟ هي الدولة التي اعتمدت على العقول والمهارات وطبقت التكنولوجيا. يبقى هنا بنتكلم على أهمية العلم، أهمية التعليم، أهمية العقول، أهمية المهارات. هذه الدولة مواردها ضعيفة ولكنها اعتمدت على الجانب البشري المسلح بالعلم والتكنولوجيا والعقول والمهارات، كانت الفيصل، ونقدر نقول ان هي غيرت مفاهيم كتير، فأصبحت القوة هنا في الصناعة حيث العقول والمهارات وليس الخامات. كويس جدا، انت بتنشط نفسك اهو وانت بتذاكر، وعلى فكرة احنا بنذاكر وحدات وبنراجع كلي وبنراجع وحدات، بركز على الوحدات في شغلي، وبركز برضو معاكم على المنهج بصفة عامة، لان برضو ابنائنا يعني كانوا بيطالبوا بان المراجعة وحدات، واحنا عملنا مراجعة وحدات كتير قوي، لكن احنا في نهاية العام دلوقتي لازم ناخد المنهج طولا وعرضا عشان نقدر ايه نشتغل فيه.
طيب نرجع تاني للشاشة بتاعتنا، معانا الأسئلة المنشطة للذاكرة اللي هي الاختيار من متعدد. بنقول إيه تاني؟ من الدول الحبيسة في قارة آسيا: أثيوبيا، باكستان، أفغانستان، بنجلاديش. أستثني باكستان وبنجلاديش من الاختيارات. شوف طريقة الاستبعاد، لو أنت مش عارف الإجابة لازم تحاول وتستبعد كده. باكستان بحرية، بنجلاديش نفس الكلام، أثيوبيا حبيسة فعلا ولكنها في أفريقيا، يبقى الإجابة أفغانستان. نرجع للداتا بتاعتنا، وقلت لك لازم تشوف شكل أفغانستان. نرجع تاني نبص على الداتا، أفغانستان أهو لازلنا في قارة آسيا، ونجيب قارة آسيا بقى ونوسطنها كده في وسط الشاشة كده. الدولة قدامك أهي رقم 8 اللي موجودة قدامك دي كده أهو، هي دولة حبيسة في قارة آسيا، من الدول الحبيسة، من الدول الحبيسة. كتاب المدرسة قال أفغانستان، خلي بالك ما احنا عندنا منغوليا اهي برضو حبيسة، بس احنا بنتكلم على يعني ايه، بنتبع كتاب المدرسة، وعندنا دول حبيسة تانية، ما كازاخستان في قارة آسيا وهي دول حبيسة. طب ليه بقى؟ ما احنا هنشتغل زي ما قلنا تبع كتاب المدرسة، هو الأساس اللي احنا قائم عليه العمل. طيب افغانستان اهي، نسيبها ونمشي؟ ما لا، ما نسيبش افغانستان ونمشي، لازم نقول على افغانستان شغل تاني. هل ورد ذكر افغانستان في المنهج في دماغك؟ ورد ذكرها لما جينا نتكلم على مناطق التي تمثل ثقل، وهي اهم او تمثل ثقل وقد تكون اهم من العواصم لدى الدول، وهي مناطق القلب، قلب الدولة. عدد لي قلب الدولة، وراح جايب افغانستان في نوع، قال لك شمال وشرق افغانستان قلب سكاني، يبقى هنا دولة بها قلب ايه؟ سكاني. عد معايا، حبيسة واحد، قلب سكاني اتنين، نسكت تاني؟ لا، في حاجة تانية في افغانستان تعالوا نفتكرها في شكل الدولة. قال انها دولة مندمجة ذات بروز، دولة مندمجة ذات بروز، يعني هنا اللي ليها علاقة بالكونغو في افريقيا برضه دولة مندمجة ذات بروز. يبقى أنا عندي أفغانستان، شوف احنا اشتغلنا جبنا كل ما نعرفه على الدولة ومن خلالها الخريطة، فأنت كده بتذاكر مذاكرة متكاملة. نرجع للشاشة تاني، ومعانا سؤال تاني. بيقول السؤال، طبعا هنا الاختيار بتاعنا كان أفغانستان أهو: من الدول عملاقة المساحة السودان، روسيا، عمان، بريطانيا. جميل جدا، من الدول عملاقة المساحة. عندي الدول عملاقة المساحة هي السودان عملاق عربي، ده كلام سليم، عملاق في المساحة عربي. طبعا بعد يعني انفصال جنوب السودان يعني ما أصبحتش المساحة بالكبر ده، عندنا الجزائر والسعودية يعني ايه نقدر نقول تفوقوا على السودان في المساحة. لكن روسيا هي عملاق عالمي يا جماعة، من الدول عملاقة المساحة روسيا، الاتحاد السوفيتي قديما حينما كان دولة قديمة كان أكبر دول العالم في المساحة، حتى وبعد انفصاله وتفككه روسيا هي أكبر دول العالم مساحة، تقريبا 17 مليون كيلومتر مربع، يعني 17 أمثال مساحة مصر. تعال نشوف، لازم نشوفها على الخريطة، نشوف موسكو على الخريطة. نرجع تاني للداتا بتاعتنا على الخريطة، ادي موسكو، ادي يا جماعة روسيا، روسيا اهي الدولة اللي احنا دلوقتي تعبنا واحنا بنرسم في اشكالها الرمزية. ليه؟ مساحة كبيرة وضخمة جدا. طيب تعالوا نقول حاجة مهمة في موضوع روسيا ده، روسيا دولة كبيرة المساحة، دولة تزعمت الكتلة الشرقية، دولة كانت من الدول التي كانت أحد كفتي الحرب الباردة اللي هي بعد الحرب العالمية الثانية، شهد العالم سياسة الاستقطاب والحرب الباردة ما بين الكتلة الشيوعية يتزعمها مين؟ روسيا التي كانت الاتحاد السوفيتي وقتها، والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة، يبقى دي زعيمة الكتلة الشرقية. ما احنا بقى بنتكلم هنقول على كل حاجة. دولة متعددة القوميات، دولة متعددة القوميات بها عاصمة سيادة قومية. تعال نشوف العاصمة على الخريطة، نرجع للداتا تاني، العاصمة على الخريطة اهي المربع ده، عاصمة على الخريطة.
يبقى هنا هيجيب لي رقم في الامتحان ويقول لي عاصمة وبين نوعها، اقول له موسكو، والنوع سيادة قومية. موسكو والنوع هنا ايه؟ سيادة قومية. تمام كده؟ شوف احنا كل ما يبقى معانا او موجود معانا هنا الخريطة يبقى انت بتطمن وانت شغال. نرجع لأسئلتنا تاني على الشاشة. معانا سؤال تاني، طبعا هنا كانت الإجابة بتاعتنا روسيا. معانا سؤال: من الدول الصغيرة التي استولت عليها ألمانيا في الحرب؟ بريطانيا، ليبيا، هولندا، باكستان. طبعا لما نيجي نتكلم على ألمانيا والتوسع في الحرب العالمية الثانية، نكتشف أن صغر المساحة كان عاملا نقدر نقول مساعدا على سرعة احتلال ألمانيا لدولتين، هما بلجيكا وهولندا. هنا معانا مين فيهم؟ معانا هولندا، دولة استولت عليها ألمانيا في الحرب لصغر مساحتها، ونقدر نقول أن هذا جانب من جوانب سلبيات المساحة الصغيرة. يبقى الإجابة عندي هنا دولة هولندا. طيب هل هولندا ورد ذكرها عندي في كلام تاني؟ يعني عندنا مثلا شغل على هولندا في موضع آخر. تعال نشوفها الأول على خريطة العالم. نلاقي في شمال فرنسا في بلجيكا وجنبها هولندا. أنا هاخد السهم هنا أهو، وهي دي هولندا. تمام؟ هنا لو حطينا أي رقم يبقى هنا السهم بيشير إلى هولندا، موجودة هنا في شمال بلجيكا. طيب بالنسبة لهولندا وبلجيكا، دول صغيرة المساحة وطبعا تم احتلالهم بسهولة من جانب ألمانيا، لكن هل ورد ذكر هولندا في المنهج في مكان آخر؟ لازم مخك على طول يجيب ربط. أيوة، في التضاريس لما جينا قلنا أنواع التضاريس دول سهلية، ومن الدول السهلية قلنا مثال ايه؟ ألمانيا هولندا. ألمانيا هولندا وتساعد السهولة على امتزاج السكان. اذا هناك سؤال بيقول ايه بقى؟ بيقول تتميز ألمانيا بأنها من الدول ممتزجة السكان، او التي تتميز بامتزاج سكانها. الكلام ده في هولندا، الكلام ده في ألمانيا. في نفس السؤال، يبقى هولندا وألمانيا من الدول السهلية. هولندا هي يا جماعة على الشاشة قدامنا، وعرفنا المطالب بتاعتها وشفناها على خريطة العالم. نرجع لسؤال تاني من الأسئلة بتاعتنا على الشاشة. بنقول من الاختيارات: من الدول ذات الشكل المستطيل، إيطاليا، الأرجنتين، فرنسا، مصر. لا، مصر وفرنسا مندمجتين. الإجابة عندي يا جماعة هنا إيطاليا، من الدول التي تتميز بالشكل الطولي أو الشريطي. عندي هنا دولة إيطاليا، ودولة إيطاليا زي ما أنا هشوفها هنا على الخريطة، هنرسمها هنا باللون الأزرق شوية نظللها. يعني عندي هنا دولة إيطاليا اهي، تتصل ببر أوروبا أو بيابس أوروبا في الجنوب. إذا هي دولة برية، وتحيط بها المياه من الجانبين. إذا هي دولة بحرية أيضا، إذا هي برية بحرية. وتتبعها جزيرة صقلية وجزيرة سردانيا، إذا هي مجزأة. يبقى برية بحرية مجزأة، إحنا قلنا من شوية ليه؟ ودولة شريطية، دولة طولية تتميز بتنوع المناخ، إذا أنها تمتد من الشمال إلى الجنوب. يبقى أنا إيطاليا عليها شغل كتير، بها عاصمة تاريخية قديمة روما. قول كلام كتير، شوف الدولة جت فين عشان تجيبها في دماغك وانت شغال، عشان يبقى عندك هنا ايه نقدر نقول استغراق في المادة. ما بتقراش اسئلة واجابة كده وانت شغال كده، او بتذاكر من الكتاب مذاكرة شفوية. ايدك لازم فيها قلم، قدامك خريطة، معاك كم كبير من الاسئلة، انت بتذاكر صح. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني على الشاشة بتاعتنا. كان الاختيار عندنا هنا زي ما قلنا ايطاليا، عندنا من الدول ذات الشكل المندمج ايطاليا، الارجنتين، فرنسا، مصر، تركيا. طيب الدولة النموذج للشكل المندمج هو فرنسا، واحنا لسه قايلين الكلام ده من شوية، يبقى الاختيار عندي هنا هيكون ايه؟ دولة فرنسا. عندي بعد كده سؤال تاني: من اشكال الدول البحرية المجزأة، مصر، الارجنتين، اندونيسيا، الكونغو.
طبعا مصر والأرجنتين والكونغو هي ليست دول مجزأة، لكن لما اتكلم على اندونيسيا يبقى انا اشوف موقع اندونيسيا فين، عشان موقع اندونيسيا ده هيقول لي هي مجزأة ولا لا. لما نرجع للشاشة بتاعتنا يا اولاد نكتشف ان احنا عندنا هنا دولة. لما نرجع بقى للخريطة على الداتا بنشوف هنا دولة اندونيسيا، هذه الجزر عندك دي الفلبين ودي اندونيسيا. طيب الكلام ده ما نكبره شوية، معانا قارة آسيا وعندي دولة أندونيسيا، آدي أندونيسيا يا جماعة، وخلي بالك إن أندونيسيا مجموعة أرخبيل مكون من عدة جزر تمام كبيرة العدد، ولكن أندونيسيا دولة فعلا بحرية ومجزأة. نمشي ونسيب اندونيسيا؟ قال لي لا، ده في الاقليات في الوحده الثانيه لما جه اتكلم عن تركز الاقليه ووطن الاقليه قال لي من امثله الاقليات اذا تركزت على اطراف الدوله تكون خطرا على الدوله تلك الاقليه الموجوده في جزيره تيمور الشرقي. يبقى انا عندي هنا ممكن يقول لي هنا ايه؟ اقليم انفصالي تيمور الشرقي، ادي اقليم انفصالي يا جماعه. يبقى ادي اندونيسيا لازم تكون زي ما قلت كده، الخريطه دي شغلك الشاغل لانها تعتبر من العوامل الموضحه جدا وفي المعلومات بتاعتنا. نرجع لأسئلتنا تاني. يبقى احنا عندنا من الدول ذات الأشكال أو الشكل البحري المجزأ أندونيسيا. نظام اجتماعي يقوم بأدوار لتحقيق المصالح العامة، بأدوار متعددة لتحقيق المصالح العامة. ده النظام السياسي، بس النظام السياسي ليه صورتين، صورة اجتماعية وصورة مؤسسية. دي الصورة الاجتماعية، نظام اجتماعي يقوم بأدوار متعددة يستند على قوة لإدارة موارد المجتمع، تحقيق أكبر قدر من المصالح العامة وحفظ الأمن والأمان. يعني احنا بنتكلم عن نظام اجتماعي فبنقول هنا ايه؟ النظام السياسي في صورته تمام الاجتماعي. وفي صورة تانية ليه للنظام السياسي، الصورة المؤسسية، مؤسساته. شوف احنا بناخد منها من الكلمة ونترجم. النظام السياسي في صورته الاجتماعية نظام اجتماعي، اجتماعية اجتماعي، يقوم بأدوار متعددة. تعال نقول النظام السياسي في صورته المؤسسية هي المؤسسات. شوف جبت من كلمة مؤسسية قلت ايه؟ المؤسسات التي يتم من خلالها صنع القرار السياسي. وكل دولة لديها ثلاث مؤسسات هامين، المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية. تمام كده؟ ولابد أن يكون هناك استقلالية لتلك السلطات أو المؤسسات في أداء أعمالها. طيب تعال نشوف حاجة كمان. يبقى هنا النظام السياسي في صورته الاجتماعية، مفروض كنا قلنا في صورته الاجتماعية. تسعى أنظمة الحكم الديمقراطي إلى تطبيق ايه من المفاهيم اللي موجوده دي؟ التوزيع العادل للسلطه. يعني احنا لما نيجي نتكلم على انظمه الحكم الديمقراطيه نجد انها تسعى الى الفصل بين السلطات والتوزيع العادل للسلطه والتداول السلمي للسلطه. ثلاث مهمات تعتمد عليها النظام الديمقراطي. منها هنا مكتوب ايه؟ التوزيع العادل للسلطه. التوزيع العادل للسلطه. بعد كده في سؤال، من الدول التي تعتمد النظام شبه الرئاسي، الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا. احنا بالامس وضحنا الفرق بين الثلاث انظمة وقلت لك ان الثلاث انظمة دول تبعا للعلاقة بين السلطات الثلاثة اللي لسه متكلمين عنهم من شوية. يقسم انظمة الحكم في العالم الى ثلاثة انواع، رئاسي رئيس يسود ويحكم، برلماني رئيس وزراء يتولى الحكم والرئيس لا يحكم.
شبه رئاسي او شبه برلماني، خليط بين الاثنين، رئيس ورئيس وزراء او رئيس وحكومه يتوليان الحكم مشاركه. طيب شبه رئاسي اللي هو رئيس وحكومه يتولى الحكم مشاركه، اداني النموذج فرنسا. هل فرنسا موجوده عندنا؟ تعال نبص في الاختيارات قدامنا، الاختيار هنا عندنا فرنسا. طب واحد بيقول لو انا اللي اخترت الاختيار رقم واحد اللي هو الولايات المتحدة، السؤال يتغير يتقال ايه؟ من الدول التي تعتمد النظام الرئاسي. طب لو احنا خلينا الاختيار بريطانيا، السؤال يتغير يبقى ايه؟ من الدول التي تعتمد النظام البرلماني. تعتمد يعني ايه؟ تعتمد عليه يعني تمارسه او تطبقه. تعال نشوف اهو، من الدول التي تعتمد النظام البرلماني، احنا قلنا ايه من شوية؟ رئيس الوزراء يتولى الحكم، بريطانيا، والرئيس هناك يسود ولا يحكم. طيب تعال نشوف، من الدول التي تعتمد الرئاسي، طبعا احنا قلنا الرئاسي الولايات المتحدة وتميز بالاستقلالية والتخصص. الولايات المتحدة وتميز بالاستقلالية والتخصص. طيب الجغرافيا السياسية احد فروع الجغرافيا البشرية، تهتم بدراسة يعني ايه بعض او المقاومات الطبيعية والبشرية للدولة، وهو احد فروع الجغرافيا البشرية. سؤال اخر، السبب الرئيسي لنشأة الحدود في افريقيا، زيادة عدد السكان، تنمية المناطق الهامشية، المعاهدات، تصفية المستعمر لمستعمرات. وهنا معلش يعني بقى ارجع تاني انا للداتا واقعد اتكلم شوية عن سؤال ورد من بعض ابنائنا بيقول لي انا مراحل الحدود مضايقاني شويه. طيب تعالوا نشوف مراحل الحدود. احنا بنقول طول عمرنا ان عندنا لازم يكون في طريقه لمعرفه السؤال او فكره السؤال بطريقه سهله. تعال نشوف مراحل الحدود. انا عندي مراحل الحدود كم مرحله؟ اربعه، واحنا قلنا هنتعمد ان احنا نكتب نقط. المرحلة الأولانية من مراحل تخطيط الحدود اسمها إيه؟ التعريف والتخطيط. تمام كده؟ المرحلة الثانية مرحلة التحديد. المرحلة الثالثة مرحلة التعيين. المرحلة الرابعة اسمها إيه؟ إدارة الحد. خلي بالك كل واحدة من دول احنا جايبينها هنا عشان كلمة السر. يعني ايه كلمة السر؟ لازم كل واحدة كده تعرفها بكلمة سر. التعريف والتخطيط مرحلة الاتفاقية، مرحلة وضع الاتفاقية، لا يوجد حد الا باتفاقية. حدود مصر وضعت نتيجة اتفاقيات، ما فيش حد في مصر وضع الا باتفاقية. حد الجنوبي اتفاقية سنة 1899، الحد الغربي 1925 مع ايطاليا التي كانت تحتل ليبيا، الحد الشمالي الشرقي مع دولة فلسطين كان 1906 بواسطة الاحتلال الانجليزي. كلام كل اللي انا قلته ده من المعاهدات الاتفاقيات دي عبارة عن دليل بس بسوق ليك، لكن انت مش مطالب بيه. يبقى انا دي مرحلة وضع الاتفاقية. وخلي بالك ان الاتفاقية هي الشرع او السند للحد، وده اللي بيفرق الحد عن التخوم. التخوم ليس لها سند قانوني، الحدود لها سند. بص السند انا بشاور عليه، اتفاقية. تمام، هنا المطلوب مني اعرف ايه في التعريف والتخطيط؟ اعرف انها مرحلة وضع الاتفاقية وعرفناها وخلصنا. اعرف حاجة تانية، انه لازم يكون هناك وصف دقيق للحد في الاتفاقية. ما اقولش هنعمل الحد من الحته الفلانيه للمنطقه الفلانيه، لا، لازم اقول مرا بكذا ومرا بكذا ومتجاوزا كذا، ولازم اوصفه بدقه. ليه؟ عندك سؤال في الامتحان مهم جدا، ماذا يحدث اذا لم يتم وصف الحدود بدقه؟ تحدث منازعات، لا يستقر الحد السياسي، اذ انه تحدث منازعات بين الدول. يبقى دي السؤال اللي محطوط على التعريف والتخطيط. تعالى نرجع تاني للتعريف والتخطيط ونقول لبعضينا اهو يا سيدي، ماذا يحدث اذا لم يتم وصف الحد بدقة؟
خلاص عندي منازعات ومش هيستقر الامر وهتبقى الدنيا هنا مش مظبوط. تعال بقى نتكلم على المرحلة التانية، تعال نشوف مرحلة بقى ايه التانية اللي قدامي دي، مرحلة ايه؟ التحديد. ليها اسم برضو، ساعات يقول لك في سؤال حدد على الخريطة، تمام كده؟ طيب يبقى التحديد هنا نيجي منها حدد على الخريطة، يبقى التحديد هي تحديد الحد ايه؟ على الخريطة، يعني وضع الحد على الخريطة. طيب اعرف ايه عن دي؟ اعرف عنها ان هذه المرحله تستخدم فيها التقنيات الحديثه. يقول لك مرحله يستخدم فيها التقنيات في رسم الحد السياسي، مرحله التحديد، عشان الصور الجويه والمرئيات الفضائيه هتستخدم في وضع وتحديد الحد على الخريطه لان الخبراء هيعملوه على الخريطه. طيب نقول ايه تاني للمرحله دي نعرفها بيها؟ هي مرحله حل المشكلات. ازاي الكلام ده؟ هقول لحضرتك في المرحلة دي بيقول لك ايه؟ اذا مر الحد على قرية او مزرعة، تعال نكتب السؤال الاول عشان السؤال ده سؤال مشهور، ماذا يحدث اذا مر الحد على مزرعة او قرية؟ تمام، ماذا يحدث اذا مر الحد على مزرعة او قرية؟ نقول ايه بقى؟ يبتعد عنها عدة مئات من الأمطار، أو يبتعد عنها عدة أمطار. هو الكلام ده كده، هو الكلام ده كده على طول. مرحلة التحديد دي بحل فيها المشكلات، إذا مر الحد على قرية أو مزرعة فإنه يبتعد عن هذا الجانب. عايز أقول لك حاجة، معلومة برضو إيه تعرفها كده يعني للثقافة، يعني أنت عندك الحد الشمالي الغربي لمصر في تعرج في شماله، وبعد كده الحد بينزل مستقيم يتبع خط 25. هذا التعرج كان للفصل بين الواحات المصرية ومناطق تقسيم المياه الجوفية بين مصر وليبيا في منطقة سيوة وجغبوب الليبية. طيب يبقى انت شفت اهو وعرفت لماذا هذا الحد فيه تعرج في حدود مصر الشمالية الغربية. تمام، مرحلة التحديد خلصت كده، خلاص عرفت انت معلومات عنها، تحديد على الخريطة. عشان في الامتحان يقول لك ايه بقى؟ المرحلة التي يتم فيها رسم خريطة الحد السياسي، التحديد. المرحلة التي تعتمد على استخدام التقنيات في رسم الحدود السياسية، التحديد. طيب تعال نشوف بقى المرحلة التالتة. المرحلة التالتة اللي هي مرحلة ايه؟ التعيين. ساعات يجي يقول لك ايه؟ تعالى نعاين العربية، هتعينها على الطبيعة، نعاين الشقة على الطبيعة، يبقى دي المعاينة. يبقى هنا التعيين وضع الحد على الطبيعة، بعينه بحطه على الحقيقة على الطبيعة، بنقله من على الخريطة اطبقه على الطبيعة، يبقى وضع الحد على الطبيعة. هنا وضع الحد على الخريطة، هنا وضع الحد على الطبيعة. تمام كده؟ طيب ايه المعلومات اللي انا مفروض اعرفها عن مرحلة التعيين؟ اول حاجة ان يجي في الامتحان يقول لك مرحلة يتم فيها استخدام الاسلاك الشائكة، التعيين. مرحلة يتم فيها استخدام الاسمنت وادوات البناء بقى عشان بنبني الحد، بنحطه على الطبيعة، التعيين. خلي بالك انه برضو ممكن يقول لك بقى من الاسئلة الجميلة قوي وبتناقش بقى مستويات فكر كده جميلة، يقول لك ايه؟ دلل او علل او ما رأيك. يعد مرحلة التعيين او المرحلة الثالثة كده، ايه بناها للمجهول، هو بيقصد التعيين، نتاج يعني نتيجة للمرحلتين السابقتين، للمرحلتين السابقتين. هو فعلا نتاج للمرحلتين دول. هقول لك ليه؟ عشان المرحلة دي بيستعين فيها الجماعة بتوع التعيين، وما بيحطوا الحد على الطبيعة بيستعينوا بإيه؟ بيستعينوا بواحد بالاتفاقية. تعالي اتفاقية من المرحلة الأولى، هنا هنستعين بيكي، يبقى استعانوا بالاتفاقية بقى بالمرحلة الأولى، ما تم في المرحلة الأولى. والاستعانة بالخرائط التفصيلية،
تعالوا يا جماعة يا بتوع الخرايط يا بتوع ادونا الخريطة بتاعتكم عشان نشتغل عليها، يبقى ايه الاستعانة بالخرايط، يبقى هي فعلا نتاج اهو، لانه يتم بها استخدام اتفاقية الحد والخرائط التي تم وضعها في مرحلة التحديد. هذه هي الاجابة لهذا السؤال، هي نتاج للمرحلتين السابقتين؟ نعم نتاج لهما. احنا كده يا جماعة ترتيب المراحل بالنسبة لنا بقى واضح. تعالوا نتكلم على المرحلة الرابعة. يا جماعة المرحلة الرابعة دي هي مرحلة فاعلية الحد، تفعيل الحد، استبقاء فاعلية الحد، العمل على تفعيل الحد وأداءه لوظيفته. دي مرحلة الإدارة الفعلية للحد، مرحلة مهمة جدا. يقول لك إيه بقى؟ من النقاط التي يتم الاتفاق عليها في إدارة الحد، النقاط يعني أنا أعرف عن إدارة الحد إن في نقاط يتم الاتفاق عليها، طبعا المنافذ. خلي بالك الحد بين الدولة والدولة ما بيبقاش أصم، لأن الحدود لها وظيفة تفصل بين الدول، ولكنها لا تمنع الشعوب من الاتصال على جانبيها. من الصعب أن يقوم الحد بالفصل فصلا تاما بين شعوب على جانبيه. ليه؟ لأن وظيفة الحد الفصل بين الدول، نعم، ولكنها لا تمنع الاتصال بين الشعوب، بدليل ان احنا حدودنا كلها ما بتمنعش الاتصال، اذ ان بها ممرات ومعابر. يبقى هنا بيقول لي ايه في ادارة الحد؟ منافذ ومعابر. في ايه تاني؟ نقاط تفتيش، نقاط التفتيش والجمارك. في ايه كمان؟ في نقاط فض المنازعات، نقاط فض المنازعات. وبرضه من نقاط فض المنازعات دي او نقاط فض المنازعات من الاشياء اللي بيعتمدوا عليها في اللي هو الحدود في او في وضع الحدود. طبعا احنا كده نقدر نقول ان الحدود بقت سهله جدا، او ترتيب مراحل الحدود بقى سهل جدا. عندك بقى الوظائف برضه لازم تهتم بيها، وظائف الحدود مهمة جدا، سواء الحماية الاقتصادية أو الحماية والأمن أو الفصل بين الدول، دي كلها من أو الوظيفة السياسية والقانونية، دي كلها حاجات مهمة جدا. وإن شاء الله هيجي لنا أسئلة هنا وهيتم توضيحها وإحنا شغالين مع بعضينا. نرجع لأسئلتنا تاني. عندنا سؤال على الشاشة بيقول: السبب الرئيسي لنشأة الحدود السياسية في أفريقيا؟ زيادة عدد السكان، تنمية المناطق الهامشية، المعاهدات، تصفية المستعمر لمستعمراته. طبعا التحول التدريجي من التخوم إلى إقامة حدود سياسية كان له عدة أسباب أدت إلى اختفاء التخوم وظهور الحدود، منها زيادة عدد السكان طبعا أدت إلى توسع الدول في مناطق التخوم وتحويلها إلى حدود سياسية، عدم رضا الدول عن مناطقها الهامشية أدت إلى رغبة الدول في تنمية هذه المناطق، وبالتالي تم رسم الحدود السياسية على حساب التخوم. والمعاهدات الموقعه لانه كان يخشى من استيلاء الدول القويه على الدول الضعيفه. وتصفيه المستعمر لمستعمراته، لان المستعمر حينما كان يرحل عن المستعمرات كان يتعمد تقطيع الدول الكبيره الى جزيئات صغيره او دول صغيره ووضع بينهما عراقيل وحدود، فكانت التصفية للمستعمرات سببا في قيام العديد من الحدود. بس قيام العديد من الحدود في انهي دول بقى؟ في انهي قارات؟ انت حضرتك تستنتج ايه القارات التي تم استعمارها بشكل مبالغ فيه؟ افريقيا طلع عينها، قارة اسيا، وبعدين يا دوبك كده امريكا الجنوبية، امريكا الشمالية واوروبا من القارات المستمتعين محدش استعمرها. يبقى هنا لما يجي يقول لي السبب الرئيسي لنشأة الحدود في أفريقيا، تصفية الاستعمار لمستعمراته. ولذلك كل حدود أفريقيا تتبع، أو معظم حدود أفريقيا تتبع الشكل الهندسي اللي حاطه الاستعمار، تسير مع ظواهر هندسية. سؤال تاني: السبب الرئيسي لنشأة الحدود في أوروبا، زيادة عدد السكان أم الحروب
أم تنمية المناطق الهامشية أم المعاهدات الموقعة. بالمناسبة الحروب كانت عامل لبرضو تحويل التخوم إلى حدود سياسية أو ظهور الحدود السياسية بمعنى أصح، لأن الحروب أدت إلى ظهور حدود الغالب والمغلوب وحدود الهدنة التي أصبحت حدودا فيما بعد. نتج عن الحروب عديد من الحدود السياسية أو أشكال الحدود السياسية. طيب، لكن السبب الرئيسي لنشأة الحدود في أوروبا الزيادة السكانية، زيادة السكان. زيادة السكان في أوروبا أدت إلى التوسع في مناطق التخوم. كانت الغابات مناطق للتخوم مثل مثلا الغابات التي كانت بين ألمانيا وفرنسا. ولكن الزيادة السكانية أدت إلى قطع الغابات على الجانبين، ومع وجود المواصلات، سهولة المواصلات كان الانتقال إلى تلك المناطق. حتى إذا ما تم قطع الغابات في مناطق أخرى وانكشفت الأرض بين الدولتين كان لزاما علينا وضع الحدود السياسية. عشان كده السبب الرئيسي لنشأة الحدود السياسية زيادة عدد السكان. طب تعالى نقول بالبلدي كده، الحدود في أوروبا سكانية ترجع لأثر السكان، الحدود في أفريقيا ترجع لأثر الاستعمار. أوروبا سكان، هناك استعمار، تمام كده؟ أثر إيه؟ الاستعمار. طيب، ده بالنسبة للسؤال بتاعنا. يبقى هنا عندي الإجابة زيادة عدد السكان. أنت طالما فهمت الفكرة ما تخافش بقى لما يحور السؤال ويقول لك إيه السؤال بطريقة أخرى، لأن ممكن يجي يقول لك ما العلاقة بين زيادة عدد السكان والحدود في أوروبا؟ ما العلاقة بين زيادة عدد السكان والحدود في أوروبا؟ بمناسبة الموضوع بين العلاقة بين عدد السكان والحدود في أوروبا، موضوع السكان برضو، لأن أنا باخد النقطة اللي فيها جدل كبير وأعمل لك عليها تبسيط للمعلومة. هنا موضوع السكان ده خبط في دماغنا كتير قوي في المنهج. تعالوا نشوف هو خبط في دماغنا راح فين. لما نيجي نتكلم نقول في سؤال إجمالي كبير كده واضح عندنا، نقول ما العلاقة بين، تمام كده، ما العلاقة بين السكان، كلمة السر اهو السكان، تمام كده. نقول بقى ايه السكان وايه وقوة الدولة. جات معانا في قوة الدولة، خلي بالك. طيب، ما العلاقة بين السكان والحدود السياسية؟ جات معانا في الحدود السياسية. ما العلاقة بين السكان ومشكلات الرعاة؟ ما انا عندي مشكلات الرعاة في الوحدة التانية كان ليها سبب سكاني هنقوله. يلا ننقل على الوحدة التالتة، ما العلاقة بين السكان والتكتلات الاقتصادية؟ شفت السكان جم فين؟ في أماكن كتيرة جدا. جات لي في الوحدة الأولى قوة الدولة، ما العلاقة بين السكان وقوة الدولة؟ قال إيه؟ الحجم السكاني القليل، الحجم السكاني القليل يؤدي إلى إيه؟ نقص قوة عاملة، صح كده؟ واعتماد الدولة على جلب العمالة من الخارج مثل ما يحدث مع دول الخليج. طب ايه تاني؟ قال لي كمان لجوء الدولة الى عقد تحالفات مع دول اخرى لحمايتها مثلما تفعل دول الخليج. ادي يا سيدي علاقة بين السكان وقوة الدولة. بينما زيادة عدد السكان او العدد السكاني الكبير بيعمل لي ايه هنا؟ نعكس الكلام ده، ايدي عاملة موفرة بشكل ايه؟ رخيص. بيعمل ايه كمان هنا يا اولاد؟ بيعمل لي ايه؟ جيوش قوية. بيعمل ايه كمان يا اولاد؟ بيعمل لي مبدعين، وجود مبدعين. يبقى العلاقة بين السكان وقوة الدولة خدنا اثرها في الكبير والقليل، تمام كده؟ طيب، وخلي بالك من جانب ان العدد الكبير ده
ليه برضو ايه سلبيات ما تنساش تقولها، لانه عمم قال لك وقوة الدولة، مش قصده قوة الدولة ان تكون الدولة قوية، هو قصده قوة الدولة يعني مقياس القوة. هتقول برضو ان الحجم الكبير له عدة سلبيات، صعوبة توفير الامن، صعوبة توفير الغذاء، والقيام بحركات تمرد تثير قلاقل في البلاد احيانا يعني مع العدد الكبير. طيب العدد القليل احنا اتفقنا نقص قوة عاملة ولجوء الدولة الى تحالفات مع دول اخرى، بس دي سلبيات. طب الايجابيات عكس السلبيات بقى ايه؟ الحجم الكبير، يعني انت سهولة توفير الغذاء، سهولة توفير الامن، تمام كده، وعدم قيام حركات تمرد، عكست انت يعني. طيب خلصنا الجزء الاول، عشان انا قلت لك ان السكان جم كتير في المنهج، واحنا هنا حاصرنا بقى ايه السكان في المنهج بتاعنا وحددناه. ناخد الحدود السياسية، واحنا مش لسه بنقول دلوقتي ان زيادة عدد السكان ادت الى التوسع في مناطق التخوم وتحويلها الى حدود سياسية؟ يبقى ده الاثر او العلاقة بين السكان والحدود السياسية. ادت الزيادة السكانية الى توسع الدول في مناطق التخوم وتحويلها الى حدودا سياسيه. طيب جاوبنا السؤال ده، جميل. نخش بقى على مشكلات الرعاه. لما قلنا من اسباب مشكلات الرعاه قلنا ايه؟ تقسيم الحدود في مناطق السفنه دون مراعاه حركه القبائل، التغيرات المناخيه وحدوث الجفاف وهلاك المراعي، فهاجروا الرعاه الى المدن هجره اجباريه مما ادى الى وقوع نزاع. طيب لكن في عامل تاني قلناه، قلنا الزيادة السكانية لبعض الدول أدت إلى توسع الدول بالزراعة في مناطق الرعاة مما أدى إلى وجود نزاع بين الرعاة والمزارعين. يبقى هنا في سبب أهو يرجع للزيادة السكانية في مشكلات الرعاة، توسع الدول في مناطق الرعاة. ليه؟ لزيادة سكان هذه الدول. حصل إيه بعد كده؟ حصل زي ما قلنا مشكلة ونزاع بين الرعاة والمزارعين. طيب نيجي بقى آخر حاجة للتكتلات الاقتصادية. ما العلاقة بين السكان والتكتل الاقتصادي؟ يفيد السكان التكتل الاقتصادي فيه، يفيده في إيه؟ واحد، سوق مشجعة على الإنتاج، عندي سوق فالتكتل ينتج لأن عنده أيدي عاملة كتيرة. بالمناسبة وجود 500 مليون هم عدد سكان الاتحاد الاوروبي ميزه، تمام، ميزه كبيره. ليه؟ لان ايه؟ ايدي عامله، السوق مشجعه، اتنين ايدي عامله وفيره. يبقى التكتل هنا قايم على ايه؟ على السكان، سوق وعماله، سوق وعماله، سوق وعماله. تمام ابنائنا الاعزاء، هناخد فاصل قصير ونرجع تاني نواصل معاكم مراجعه ليله الامتحان مع الجغرافيا السياسي. أبنائنا الأعزاء، عدنا مرة أخرى إلى مراجعة الجغرافيا السياسية في مدرسة على الهواء في ليالي الامتحان، وإحنا في الليلة الثانية من ليالي الامتحان، وكنا بنتكلم على بعض الأسئلة بتاعتنا، ووصلنا إلى سؤال السبب الرئيسي لنشأة السكان، لنشأة الحدود في أوروبا، واتكلمنا على السكان، قسمنا السكان في المنهج، خلصنا الموضوع ده. بنتكلم على سؤال تاني، يلا نرجع للشاشة بتاعتنا ونشوف سؤالنا كان الأخير بيقول إيه السبب الرئيسي لنشأة الحدود في أوروبا، زيادة عدد السكان. عندنا سؤال، تم تقسيم الحدود في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى على أساس هندسي، ديني، اللغة، العرق. يا جماعة الحدود في أوروبا وفي بعض أجزاء من آسيا هي حدود إثنوغرافية. يعني إيه إثنوغرافية؟ حضارية. يعني إيه حضارية؟ إما تتعلق باللغة أو الدين. يعني حدود اللغة أو الدين هي من اللغات الحضارية؟ نعم، هي من اللغات الإثنوغرافية؟ نعم. طيب الحدود في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قسمت على أساس اللغة، لماذا؟ حتى لا تحدث منازعات في الدول، لان احنا قلنا اللغه دي اخطر شيء، هي الوعاء الثقافي، وسيله نقل الافكار، ولذلك تحرص الدول على وجود لغه واحده في الدوله. ماذا يحدث اذا تعددت اللغات داخل الدوله؟ يكون هذا مصدر ضعف للدوله. تمام كده؟ اللغه مصدر قوه في الوطن العربي؟ نعم، اذ ان الوطن العربي يتحدث لغه واحده. ما موقف الوطن العربي لغويا؟ الوطن العربي
موقفه اللغوي هو مصدر اللغة، مصدر قوة، لأنها تعتمد أو يعتمد الوطن العربي لغة واحدة. طيب أوروبا عشان تحل المشكلات بتاعتها بعد الحرب العالمية الأولى قسمت الحدود تبعا لإيه؟ إحنا كنا نازلين بنقول في إيه دلوقتي؟ تعالوا نشوف في الشاشة، كنا نازلين بنقول اللغة وبنتكلم كتير على اللغة وأهمية اللغة في الدولة، وخدنا الأسئلة اللي عليها. تمام؟ طيب لو احنا اتكلمنا وقلنا ناخد الإجابة الدين، نغير السؤال نقول فين؟ نقول تم تقسيم الحدود في بعض مناطق آسيا خاصة بين الهند وباكستان على أساس، يبقى الاختيار الدين. شوف احنا بنعمل ايه؟ بناخد السؤال ونقول صورة موازية ليه، خلي بالك كده لازم تقول ايه؟ صور موازية. طيب تعال نشوف السؤال اللي جاي ده بيقول ايه؟ مارست الأغلبية أفريقيا عنصرية ضد الأقلية في دولة ايه؟ جنوب أفريقيا، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية. في ناس كتير قوي تتلخبط في موضوع التفرقة العنصرية. التفرقة العنصرية اللي موجودة، تمام، أو التفرقة أو التمييز العنصري أخطر أنواع التفرقة. تعال نشوف، قارن بين التفرقة العنصرية فين؟ في الولايات المتحدة ودولة إيه؟ جنوب أفريقيا. تمام كده يا شباب؟ تمام. من حيث ايه؟ الشبه ومن حيث الاختلاف. ما انا بجيب لك الشبه والاختلاف عشان دول هما الحاجة اللي بتنشط الذهن وتربط المعلومة في دماغك. الولايات المتحدة وجنوب افريقيا فيهم نوع من انواع التفرقة العنصرية بيقوم بيها البيض ضد الزنوج، يبقى هنا كلاهما من أشكال التمييز العنصري، يعني التفرقة العنصرية. وطبعا دي من أشد أنواع التفرقة العنصرية، أو من أشد أنواع مشكلات الأقليات، يعني نقدر نقول عليها من أشدها دناءة وحقارة، لأن طبعا لما يكون في تفرقة على أساس اللون للإنسان ليس هذا اللون مكتسب وإنما نشأ به الإنسان، فطبعا لا يلام عليه، وطبعا كل الإنسان أو الناس كلها سواسية. يبقى كلاهما أشكال تمييز عنصري. تمام، كلاهما يقوم بمين؟ البيض ضد الزنوج، والاتنين اللي بيقوم بيهم البيض ضد الزنوج. تمام كده؟ تمام. طيب تعال نشوف الاختلاف. في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها البيض، مالهم البيض هنا بقى؟ أغلبية ضد مين؟ الزنوج. طب مالهم الزنوج هنا بقى؟ أقلية، يعني بيقوم بها الأغلبية ضد مين؟ الأقلية. تعال شوف دولة جنوب أفريقيا العكس، يقوم بها البيض، مالهم البيض هنا بقى؟ أقلية ضد مين؟ الزنوج. والزنوج هنا مالهم يا اولاد؟ اغلبيه. تمام كده؟ حد عايز يضيف حاجه تاني؟ في واحد يضيف يقول لك ايه بقى؟ واضافه جميله برضه، مش هنقول لا. كلاهما يعني البيض والزنوج وافدون، اصلا الولايات المتحده الامريكيه وامريكا الشماليه ما كانتش بتاعتهم، البيض هاجروا اليها من اوروبا والزنوج هجروا إليها أو خطفوا وأسروا، يعني مشوا غصب عنهم إلى هذه القارة. يبقى احنا هنا الاتنين دول وافدين. لكن هنا المشكلة الجامدة بقى ليه؟ لأن يقوم بها البيض، مالهم؟ الوافدون اللي جايين من بره. على مين دول الزنوج دول؟ مين؟ أصحاب البلاد. أصحاب البلاد، هي دي الحقارة بقى في الموضوع. تمام كده؟ طيب تعال نشوف بقى السؤال بتاعنا في ضوء اللي احنا قلناه ده. السؤال على الشاشة بيقول إيه؟ مارست الأغلبية تفرقة عنصرية ضد الأقلية في دولة إيه؟ اللي كان فيها أغلبية ضد أقلية. في
في دولة الولايات المتحدة. ما احنا شفنا هنا في الولايات المتحدة احنا كاتبين يمارسها البيض وهم أغلبية، ضد الزنوج أقلية، بقى أنا عندي هنا الولايات المتحدة الأمريكية ده الاختيار بتاعي. تمام كده؟ طيب بالمناسبة بقى احنا عايزين ايه؟ نجيب يعني خريطة نريح شوية بيها نفسينا، خريطة الأمريكتين. الخريطة بتاعتنا هي الأمريكتين، نشتغل على خريطة الأمريكتين ونشوف بيها بعض الظواهر المهمة اللي نقدر ايه نعتمد عليها واحنا شغالين شوية في المنهج بتاعنا. خلي الخريطة دي أوضح شوية، خريطة الأمريكتين اهي. تمام كده؟ دولة عانت من التفرقة العنصرية اهي، الدولة اللي انا برسمها دي عانت من التفرقة العنصرية. دولة عانت من التفرقة العنصرية، الولايات المتحدة الأمريكية. خلي بالك ان الولايات المتحدة الأمريكية دولة مجزأة. ليه بقى مجزأة؟ عشان هنا بتفصلها دولة أخرى، عشان كده قلنا مجزأة. طب بتفصلها دولة يعني أرض، يبقى مجزأة برية. مجزأة برية. عندي كمان يعني هي الدولة اللي بتفصلها هنا دولة كندا، يبقى احنا عندنا الدولة اللي بتفصلها دولة كندا. عندي كمان هنا في قلب اقتصادي منطقة البحيرات العظمى، قلب اقتصادي منطقة البحيرات العظمى. البحيرات العظمى اهي قلب اقتصادي وحدود بحيرية ما بين كندا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. طيب جميل، الدولة دي اسمها المكسيك، بيفصلها حد طبيعي نهر ريو جراند، يبقى حد طبيعي هنا ريو جراند عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك الحدود بين شمال وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية فيها شبه وفيها اختلاف. الشبه ايه؟ كلاهما هنا يسير مع جانب ايه؟ طبيعي، يعني حدود مائية. طب ايه الاختلاف؟ ان دي بحيرية، بحيرات، ودي حدود نهرية وليست الانهار كالبحيرات في الحدود السياسية. نعم، بحيرة ثابتة قليلة المشكلات، ولكن النهر هنا يغير مجرى مما يحدث مشكلات. وكمان ريو جراند كان عامل لنا فضيحة من الشكل ده لما غير مجراه وأدى لوجود نزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك، وانتوا عارفين القصة كويس. طيب جميل، في حاجة تاني نقدر نتكلم فيها في الجوانب اللي موجودة هنا؟ لا مفيش، بس احنا ايه عندنا برضو كنوع من انواع كده الثقافة. عندي هنا نهر محلي المسيسيبي برافد اوهايو وميزوري واركنساس، يعني نهر المسيسيبي ده نهر ايه؟ محلي، ينبع داخل ويسير داخل دولة واحدة. خلصنا الكلام ده، تعال نتكلم بقى على حاجة تانية. هنا عندي مسطح مائي الهادي، مسطح مائي الاطلسي. طيب في بقى بالمرة طالما معايا الامريكتين، عندي امريكا الجنوبية. ايه اللي مطلوب في امريكا الجنوبية؟ مطلوب يا باشا الدولة دي. ايه الدولة اللي قدامي دي؟ من الدول الكبيرة المساحة البرازيل، واحد بيجاورها 10 دول، ادي مطالب البرازيل 10 دول. 2 دولة فيدرالية، يعني تنقسم بها السلطات ما بين سلطة مركزية، حكومة مركزية للوظائف السيادية، وحكومة إقليمية للوظائف الحياتية. طيب فيها حاجة تاني؟ قال لي دولة متنوعة التضاريس، تتشابه مع مصر في مظاهر السطح، متنوعة التضاريس. طيب احنا عايزين حاجة تاني في أمريكا الجنوبية، عايزين حاجات مش حاجة واحدة. عندك هنا في دولة مهمة، دولة تشيلي، دولة طولية، يبقى انا عندي دولة طولية هنا دولة ايه؟ تشيلي، دولة طولية. طيب في حاجة تاني؟ نعم، عندي هنا حد طبيعي جبال الانديز،
حد طبيعي، جبال الانديز. طيب في عندنا شغل تاني؟ قال لي نعم، عندك الدولة دي تشتهر هذه الدولة بإنتاجها من اللحوم. طب ما نقول المراعي، صح. طب ما نقول الثروة الحيوانية، مظبوط. كل ده في الدولة دي؟ نعم. الأرجنتين تتشابه مع أستراليا، كلاهما مراعي، الأرجنتين. تمام. ينقصني بقى عشان نمشي من هنا، عشان نصعب على نفسنا الموضوع شوية، دولتين حبيستين، بو وبا. يعني ايه بو وبا؟ بو بوليفيا، بوليفيا، وبا باراجواي. بوليفيا باراجواي، بوليفيا باراجواي، دي دول حبيسة. اقل القارات في عدد الدول الحبيسة هي قارة امريكا الجنوبية. وبالمناسبة ترتيب القارات، تعالوا نشوف ترتيب القارات. على فكرة يا اولاد، انا عندي سؤال هنا اسمه رتب. رتب، انا واخده بالعرض اهو، كاتب كلمة رتب اهي، جاية كده ايه بالشكل كده بالعرض اهو. رتب، رتب ايه؟ رتب القارات من حيث عدد، من حيث عدد الدول الحبيسة. تمام كده. رتب ده بيجي يقول لي رتب مراحل العملية الانتخابية. تمام كده. رتب الدول من حيث انتاج الغذاء، او صنف الدول بقى، ده بيجي اقرب ان هو صنف الدول من حيث ايه؟ انتاج الغذاء. تمام كده. طيب يعني رتب ده بيجي يتكلم على ايه في القارات الحبيسة؟ تعالوا نشوف الترتيب بتاعنا. افريقيا، اسيا ليها، اوروبا، ثم امريكا الجنوبية. وجي في الامتحان في سنة سابقة قبل الماضية تقريبا، اكثر القارات من حيث عدد الدول الحبيسة، واداني اختيارات. يبقى الاختيار بتاعنا افريقيا، رتبناهم هم. اقل القارات في عدد الدول الحبيسة امريكا الجنوبية، انا لسه مديك اتنين، بوليفيا وباراجواي. طيب رتب مراحل العملية الانتخابية، تقسيم، تقسيم الدوائر، الترشح، الترشح للانتخاب، اجراء، اجراء الانتخابات، فرز، فرز الاصوات، اعلان، اعلان النتيجة. يبقى تقسيم، ترشح، اجراء، فرز، اعلان، ادي مراحل الانتخابات. طب دول انتاج الغذاء، اتنين دول انتاج الغذاء، فائض. تمام كده. بعديها ايه؟ نقص او عجز. يبقى ادي الترتيب بتاعي، فائض ونقص وعجز. طيب فائض يعني ايه؟ كندا مالها؟ مستقرة. خلي بالك، وجود فائض يجعل الدولة مستقرة. طيب عندي في حاجة كمان، احنا قلنا فائض كندا، وما قلناش برضو، ناقص لنا هنا في الترتيب اكتفاء ذاتي. ما كتبناش اكتفاء ذاتي احنا يا جماعة في الترتيب. اكتفاء ذاتي نسبي، ده مين دي؟ فرنسا. اكتفاء ذاتي نسبي فرنسا. طب عجز دول النامية. طب يجعلها ايه؟ تابعة للدول المصدرة للغذاء، مما يجعلها دول غير مستقرة. شفت بقى موضوع رتب جه علينا ازاي؟ بشكل كده ايه؟ سريع. عرفنا الترتيب. نرجع للشاشة بتاعتنا تاني ونشوف السؤال بتاعنا. كان اخر سؤال بيقول ايه؟ ممارسة الاغلبية تفرقة ضد عنصرية، ضد الاقلية، قلنا الولايات المتحدة. تعال نشوف، ظهر الاستقطاب العالمي بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية. في طبعا الاستقطاب ده كان بعد الحرب العالمية التانية،
والاستقطاب ده هي محاولة القوتين أو الكتلتين، الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة، جذب الدول إليهما. طيب جميل، ما النتائج المترتبة على سياسة الاستقطاب؟ طبعا هي الحرب الباردة وسياسة الاستقطاب هنا، ده أدى إلى نشأة مجموعة دول عدم الانحياز، وهي الدول التي رفضت سياسة الاستقطاب. وطبعا كان يتزعم الدول دي أو من زعماء هذه الحركة مصر. إذا الاستقطاب ظهر إمتى؟ في النص الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية. سؤال آخر، بنهاية القرن العشرين تم حل حلف، طبعا ايه الاحلاف عندنا او درس الاحلاف عندنا يعني كان اشرنا اليه في الوحده الثانيه، لكن هو في الوحده الثالثه درس ملغي. تقع مشكله كشمير بين الهند والصين، الهند ونيبال، الهند وباكستان، الصين وباكستان. طيب نسيب موضوع مشكله كشمير ده ونتكلم هنا على المشكلات بتاعتنا. تعالوا نخلص المشكلات برضو في عجلة سريعة جدا، لان المشكلات دي من الاشياء المهمة جدا في منهجنا. يلا نشوف المشكلات. عندي هنا مين؟ سابتة ومليلي. عندي المشكلات بتاعتنا اللي موجودة في المنهج كشمير. المشكلات بتاعتنا مين؟ الرعاة. ادي يا جماعة المشكلات دي، المشكلات السياسية. لازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا لما تيجي تتكلم عن المشكلات، تعرف موقعها فين، تعرف الاطراف بتوع المشكلة، تعرف موقف الدولتين، تعرف موقف الأمم المتحدة من المشكلة. انت كده كويس، معاك الكلام ده يبقى انت كويس، ومعاك الخريطة بتاعتك انت زي الفل. تمام، تعال نشوف سابتة ومليليا. سابتة ومليليا دول المغربيتين، موقعها فين يا جماعة؟ المغرب، الأطراف بتاعتها أسبانيا، يعني دي خريطة كده إيه مكبرة للوطن العربي. ولو إحنا حاولنا نكمل بقى إيه أوروبا كده، يبقى إحنا بنتكلم على أسبانيا هنا أهو بالشكل ده. طيب يبقى الطرفين للمتنازعين، عندي هنا دولة المغرب اللي قدامي دي، دولة المغرب ودولة اسبانيا اللي هو الجزء ظاهر مني هنا هنا. تمام كده، عشان احنا عندنا هنا دولة البرتغال، فعايزين نبقى محددين. طيب المدينتين اللي موجودين هنا ايه؟ مدينة ليليا بعيدة شوية اهي عن المضيق، ومدينة تشرف تقريبا على المضيق اسمها سبتة. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ عن سبتة تشرف على المضيق. هو انا ليه بتكلم في الموضوع ده كده؟ قال لي لان في سؤال بيقول سبتة اكثر استراتيجية من ميليليا. نعم، لان سبتة تشرف على المضيق مباشرة. جميل قوي، احنا كده ايه خلصنا موضوع سبتة وميليليا. طيب سبتة وميليليا دي لما نيجي نتكلم عنها بقى في الحديث، نقول الأطراف خلاص عرفنا، أسبانيا and المغرب، والموقع عرفنا فين؟ على مضيق جبل إيه؟ طارق. طيب موقف الدولتين، احتلت أسبانيا المدينتين وطبعا تمسكت بالمدينتين بحجج التقادم، يعني من 1400 احتلال المدينتين التقادم، ان نسبة 60% من السكان في المدينتين من الاسبان، وان المدينتين غير مدرجتين في وثيقة الامم المتحدة للمناطق المراد تحريرها. لكن
اسبانيا تصر على ايه؟ الحجج، واحنا قلنا الحجج بتاعتنا. اما المغرب فيحاول حل القضية سلميا والتحاور، وعرض القضية على الامم المتحدة. اعادت الامم المتحدة القضية للحوار، يبقى الموقف هنا ايه؟ اعادت القضية للحوار، ولحد دلوقتي ما اتحلتش القضية. طيب ده الجزء الاول بتاعنا. الجزء الثاني ناخد المشكلة بتاعتنا التانية، هي مشكلة كشمير، وطبعا نجيب خريطة قارة اسيا عشان نشوف موقع المشكلة فين. مشكلة كشمير يا جماعة في المنطقة دي، اهو نعمل لها كده ايه لايت، في المنطقة دي ما بين الدولة دي اللي هي باكستان وما بين الدولة التي تقع على شرقها وهي دولة الهند، وما بين دولة الهند. يبقى أنا عندي المشكلة هنا ما بين الدولتين. الأساس في المشكلة إيه وسبب المشكلة؟ تقسيم الاستعمار للحدود بين الهند وباكستان على أساس ديني. خلي بالك هيجي في الامتحان يديك سهم هنا ويقول لك حدود وبين نوعها. حد يبقى حد إيه؟ ديني. ما إحنا لسه قايلين من شوية الحدود هنا دينية، حضارية يعني اثنوغرافية يعني دينية. وتقسيم الحدود هنا على أساس ديني كان مشكلة، لأن كشمير خرجت خارج نطاق هذا التقسيم، وكان الحاكم هندوسي بينما الشعب مسلم، وثورة الشعب أدت إلى استنجاد الحاكم بالهند، بما تفسر تدخل الهند في كشمير بناء على طلب الحاكم. فتدخلت باكستان لإنقاذ الشعب المسلم، بما تفسر تدخل باكستان في كشمير لإنقاذ شعبها أو لمساعدة شعبها المسلم. طيب تعال نشوف ده كان موقف الدولتين، ينقصني ايه هنا في المقارنة؟ موقف الأمم المتحدة. يا جماعة موقف الأمم المتحدة هنا كان موقفا حاسما. ليه؟ فرضت الأمم المتحدة عدة قرارات. واحد، وقف القتال. اتنين، سحب القوات. تلاتة، تجريد كشمير من السلاح، يعني تنضيفها مفيش سلاح. تمام كده؟ أربعة، وده المهم خلي بالك، عقد استفتاء في الإقليم. يعني أنا خير الناس ما بين ثلاث اختيارات، إما الاستقلال أو الانضمام للهند أو الانضمام لباكستان، ونعمل إحصاء للآراء ونشوف الشعب الكشميري عايز إيه. طيب مش ملاحظ حاجة؟ أن هناك تباين في موقف الأمم المتحدة من سبتة وماليليا وكشمير. هناك تباين في سبتة وماليليا، كان الحل ضعيفا، عادت القضية للحوار، يعني قالت أنا عاجزة عن الحل. أما في كشمير اتخذت قرارات وكانت حاسمة. يبقى في تباين كده في موقف الأمم المتحدة، كان موقفها وأدائها في مشكلة كشمير جيدا، بينما كان أدائها في سبتة وماليليا ضعيفا. كل ده انت بتشغل دماغك وانت شغال اهو. اخر مشكله عندنا مشكله الرعاة، احنا اتكلمنا عنها لسه من شويه. انت لو جبت الثلاث مشاكل بتوعك دول حطيتهم جنب بعض كده الدنيا هتبقى جميله. دي المشكلات السياسيه. لكن انا عندي مشكلات برضو اقتصاديه ليها اثر سياسي. مشكله الرصيف القاري بين ليبيا وتونس، انا ممكن المشكله دي برضو نعمل لها اولاد جدوله مع الجدول بتاعنا. بص احنا هنعمل ايه؟ هنلاقي نفسنا بنكتب هنا ايه؟ الرصيف القاري. اهو مشكلة الرصيف القاري بين ليبيا وتونس. وانا سبت الكلام اللي مكتوب الموقع. تمام؟ الموقع هنا اهو في الموقع بتاعنا في المنطقة دي. تمام كده؟ طيب يبقى ده الموقع. الأطراف ليبيا وتونس، هذه الأطراف. سبب المشكلة ظهور البترول في الرصيف القاري، أرادت ليبيا أن يمتد الخط إلى الشمال مباشرة.
تمام كده؟ بينما أرادت تونس أن يكون بزاوية 45. طب الدولتين بما أنهما شقيقين عرضوا القضية على محكمة العدل الدولية، حكمت محكمة العدل بأن يطلع الحد شمالا بزاوية 26 كده، ثم ينفرج إلى زاوية 52. نتيجة ذلك إيه؟ حل المشكلة بين الدولتين، ونقدر نقول أصبح لتونس حقوق في حقول الغاز الطبيعي في هذه المنطقة. شفت احنا عملنا ايه؟ جبنا نفس الكلام، الموقع والاطراف وموقف الدولتين وموقف الامم المتحده هنا، اللي هو طبعا محكمه العدل الدوليه احد اجهزه الامم المتحده. الكلام ده كله طبقناه على مشكله ايه كمان؟ الرصيف القاري. يبقى احنا كده ايه؟ مرتبين نفسينا. هنرجع تاني للشاشه ونقول تقع مشكله كشمير، نشوفها على الشاشه قدامنا هناك اهو، بنقول ايه؟ تقع مشكله كشمير بين الهند والصين، الهند ونيبال، الهند وباكستان، الصين وباكستان. احنا ننتقل للشاشة اهو قدامنا، يبقى مشكلة كشمير بين مين؟ يلا حد يتكلم. الهند وباكستان. جميل جدا، تمام. طيب بعد كده عندي مارسة الأقلية تفرقة عنصرية ضد الأغلبية. طبعا الأقلية ضد الأغلبية كان في دولة إيه؟ جنوب أفريقيا، إذ أن الأقلية البيضاء هي التي كانت تمارس التفرقة العنصرية. طيب حد يعرف ليه الأقلية البيضاء هناك كانت أقلية تقريبا يعني 11% من السكان يعني تقريبا أو أقل مارسوا التفرقة العنصرية؟ يرجع هذا إلى عامل مهم جدا، اللي هو قلنا إيه؟ العلاقة بين حجم الأقلية وثروتها الاقتصادية، تمام، ومركزها الاقتصادي في جنوب افريقيا. الاقليه البيضاء يسيطروا على ثروات البلاد، ثلاث ارباع ثروات البلاد في يد الاقليه البيضاء التي تمارس التفرقه العنصريه. سؤال اخر، تشكل بعض الاقليات خطرا على استقلال الدوله، مثل اقليم. عندنا اقليات خطر على استقلال الدولة مثل اقليم الباسك. اقليم الباسك في اسبانيا، وتيمور الشرقية برضو في اندونيسيا، خدناها في الحلقة دي. بنتكلم على مناطق يا اولاد تركز الاقلية فيها بيكون خطر على الدولة، اذا كان هذا التركز على اطراف الدولة يكون خطرا على الدولة. عندك سؤالين مهمين جدا، ماذا يحدث؟ تعال نبص نشوف اهو سؤالين في الاقلية، ماذا يحدث إذا كانت إيه بقى؟ الأقلية مبعثرة، تمام كده؟ وماذا يحدث إذا كانت الأقلية مركزة في مكان ما في الدولة؟ هنا لو الأقلية مبعثرة في مكان في الدولة أو مبعثرة في الدولة، يعني مش منتشرة انتشار منظم، فإنها لا تشكل خطراً، لا تشكل خطرا، الدنيا تبقى جميلة. طب لو مركزة تكون خطرا على الدولة. قال لك ايه بقى؟ خاصة اذا كانت على الاطراف. اذا كانت فين؟ على الاطراف. طب اداني مثال، قال لي ايه؟ قال لي الباسك اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، شمال غرب اسبانيا كده، جزئية الباسك دي عاملة لهم قلق، تمام؟ او تيمور الشرقية واحنا اتكلمنا عليها في اندونيسيا وشفناها من شوية. طيب نرجع لسؤالنا تاني اللي موجود على الشاشة، تشكل الاقليات خطرا على استقرار الدولة مثل اقليم الباسك، تمام كده؟ نكمل اسئلتنا. من امثلة الهجرة الاجبارية في النص الثاني من القرن العشرين، تهجير الزنوج، تهجير الهنود الحمر الى امريكا، هجرة المسلمين الى الحبشة، هجرة اهالي النوبة من اسوان. الهجرات الإجبارية انتقال الفرد رغم إرادته، يعني غصب عنه أو يعني بدون إرادته، لها عدة أسباب، إما أن يكون كوارث طبيعية أو مشروعات قومية. يعني مصر حينما قامت بإنشاء السد العالي كانت أراضي النوبة ستتعرض للغرق. بداية الدولة قامت بتهجير أهالي النوبة إلى منطقة شمال السد العالي حتى لا تغرق أراضيهم،
وطبعا ده كان بنقول من أمثلة الهجرة الإجبارية. يبقى أنا نرجع لسؤالنا تاني، هجرة أهالي النوبة، بنتكلم على هجرة أهالي النوبة هنا لبناء السد العالي. لو قال لي بما تفسر أصغر دول الاتحاد الأوروبي سكانا، أصغر دول الاتحاد الأوروبي سكانا، طبعا دي في الوحدة الثالثة، بس احنا هنقف لحد السؤال يعني هنا عشان ايه نستكمل بعض الأسئلة الأخرى. بيقول لي أصغر دول الاتحاد الأوروبي، طبعا هو أكبر دولة ألمانيا، أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي مالطا، وهنبقى نتكلم على الوحدة الثالثة إن شاء الله بشيء من التفصيل في الحلقتين القادمتين. تمام؟ طيب، في بعض هنا برضه يا اولاد الاسئله اللي احنا هنتكلم عليها، وان شاء الله هجيب لكم بعض الخرائط اللي هي بقى على الشاشه نبقى نتكلم فيها، لكن احنا عندنا بعض الاسئله اللي بتقول صنف، وهنشوف صنف هنا هتجي لنا في مناطق فين. بيقول لي سؤال كبير قوي اسمه صنف. طب صنف دي بتجيلي على ايه؟ بيقول لي صنف الدول من حيث النظام السياسي والاداري. خلي بالك من حيث السياسي والاداري، قلنا وحدوية مركزية واتحادية مركبة، فاكرين الكلام ده؟ وحدوية مركزية اتحادية مركبة، واحنا ايه الكلام ده خدناه، يبقى وحدوية مركزية وعرفناهم، واتحادية مركبة اللي هي مكونة من فيدرالية وكونفدرالية. طيب صنف العواصم، العواصم قال لي عشان اصنف العواصم عندي نوعين من التصنيف للعواصم. ايه النوعين اللي من التصنيف للعواصم دول؟ عندي يا جماعة عواصم بيقولوا عليها عواصم قديمة ظلت لقرون بقى ايه المركز الثقافي والحضاري والكلام ده كله، القاهرة، روما، باريس، لندن، وعواصم مستحدثة نقلتها الدولة لسبب او لاخر، واتكلمنا على ابوجا ونقلها من ليجوس، واتكلمنا على طوكيو ونقلها من كيوتو. طيب صنف بتجيلي برضو بما ان احنا في العواصم، صنف انواع قلب الدولة، صنف انواع قلب الدولة. تمام، نصنف انواع قلب الدولة، واحد اتنين تلاتة اربعة. عندي هنا في اقتصادي، قلب اقتصادي، وعندي قلب سياسي، وعندي قلب ثقافي، وعندي قلب سكاني. بأبعادهم بقى اقتصادي البحيرات، سياسي القاهرة، ثقافي يعني ديني مكة، سكاني يعني شمال وشرق أفغانستان. تمام، طيب صنف الدول من حيث، صنف الدول من حيث الموقع بالنسبة لليابس والماء. لما اجي اصنفهم الاقي نوعين، عندي حبيسة وعندي بحرية، ادي التصنيف بتاعي. صنف بتيجي تاني فين؟ صنف الدول من حيث الشكل، شكل الدولة. تمام، صنف بيقول لي هنا عندك في مندمج، تمام كده، في عندي شكل تاني اسمه الشكل المستطيل، في المجزأ، تمام، والشكل كمان ايه المحتوى. طيب ادي ايه صنف، تيجي في حاجات كتير جدا. ناخد امثلة لأسئلة تانية. في عندي سؤالين بيبقوا على طول مصدر لخبطة لأبنائنا الطلبة، ان يجي يقول ايه، نقدر يقول لك وضح عناصر قوة الدولة. يعني ايه؟ يعني وضح عناصر قوة الدولة. بص السؤالين دول، وضح، وضح، عدد، عدد، عدد
عناصر قوة الدولة. تلاقي الإجابة هنا يقول لك الإجابة هنا إيه؟ واحد تنوع الموارد، اتنين الكفاءة التي تدار بها الموارد، ثلاثة مدى امتلاكها التقنية، أربعة علاقتها التجارية صادر ووارد، علاقتها تمام كده التجارية اللي هو الصادر والوارد يعني، أربعة أو خمسة مقدرتها على الصمود، مقدرتها على الصمود. احنا بنكتب بسرعة فبنشخبط يعني، عشان ايه؟ عايزين نجيب اكبر كم من المعلومات. طيب نيجي للسؤال، ما هو السؤال ده هو السؤال ده، عناصر قوة، ده عناصر قوة الدولة. لكن الإجابة بقى، تعالى بص الإجابة دي، تنوع موارد، كفاءة تدار بها الموارد، امتلاكها التقنية، علاقتها التجارية، مقدرتها على الصمود. لكن جه قال لي هنا ايه؟ المورفولوجية، القوة المورفولوجية. اتنين، القوة اهي، القوة هي الديموغرافية. بعد كده قال لي ثلاثة، القوة الاقتصادية. أربعة، القوة العسكرية. خمسة وآخرنا، القوة التنظيمية. إيه ده؟ عناصر قوة الدولة وعناصر قوة الدولة والإجابات مختلفة. نفرق بينهم إزاي؟ خلي بالك بقى، لما يجي يقول عناصر قوة الدولة هيضيف كلمة هنا هي لا تفرق الإجابة دي. عناصر قوة الدولة إيه؟ خلي بالك، الاقتصادية هي كلمة السر. طالما قال الاقتصادية هذه هي الإجابة. صح كده؟ تمام. لكن عناصر قوة الدولة بس إجابتها إيه؟ يبقى هنا ما تلخبطش نفسك، عشان انت متسرع وممكن تتسرع في الامتحان يقول لك عناصر قوة الدولة تروح ايه هابد اي اجابة من دول. لا، لازم تعرف الكلمة ايه بعد عناصر قوة الدولة. هل سكت؟ يبقى اقول له عناصر قوة الدولة الموجودة قدامي الخمسة، المورفولوجية والديموغرافية والاقتصادية والعسكرية والتنظيمية، ولا يقول لي عناصر قوة الدولة الاقتصادية فأقول له الكيفية بالإجابة دي، أن موارد متنوعة وكفاءة إدارة الموارد وامتلاكها التقنية وعلاقاتها التجارية من الصادر والوارد ومقدرة الدولة على الصمود وقت الأزمات. يبقى أنا عندي كلمة السر في اختلاف الإجابة في عبارتين متشابهتين، هي كلمة الاقتصادية هنا. تمام. وبالمناسبة بقى وإحنا شغالين يقول لك إيه؟ يقول لك هنا القوة المورفولوجية دي المستمدة من مساحة وشكل الدولة، وبيجيبها في الامتحان يقول لك المفهوم قوة تستمدها الدولة من شكلها ومساحتها. اقول له ايه؟ مورفولوجي. طيب قوة تستمدها الدولة من سكانها وخصائصهم وثقافتهم وتعليمهم، يبقى ايه؟ ديموغرافية. فرق بين المورفولوجية مساحة وشكل، وفرق بين الديموغرافية خصائص السكان. طيب قوة تستمدها الدولة من يعني ايه؟ التنظيم الدولة الإداري، من حيث تنظيم الدولة الإداري، من حيث مستويات الحكم والإدارة داخل الدولة. القوة التنظيمية اللي هي رقم خمسة، القوة التنظيمية. احنا عندنا هنا بنفك الاشتباك في حاجات كتير موجودة في دماغنا وموجودة في المنهج عشان نريحك. تعال نتفرج على بعض الخرائط اللي موجودة على الشاشة عندنا. عندنا خرائط سريعة كده بتتكلم على يعني المنهج كله طولا وعرضا. عندي دولة بحرية ذات طابع سهلي. الدولة البحرية اللي عندنا ذات طابع سهلي هنا عندي دي هولندا. عندي ايضا دولة بحرية ذات طابع سهلي، الدولة دي هي المانيا. في دولة حبيسة ذات طابع جبلي، عندي هنا الدولة الحبيسة وطابعها الجبلي دولة سويسرا، ودي طبعا خريطة أوروبا. للي بيقول احنا ما جبناش خريطة أوروبا ليه؟ خريطة أوروبا قدامك اهي،
بالدول بتاعتها واضحة والحمد لله كويسة جدا. من الأنهار الدولية، نهر قدامي أهو من الأنهار الدولية يفصل ما بين الدولة الصفراء دي فرنسا والدولة اللي باللون الأحمر دي ألمانيا، يبقى النهر ده اسمه نهر إيه؟ الراين، اتكلمنا عليه كتير. وعندي نهر الدانوب أهو من الأنهار اللي هي إيه؟ في القارة حدث فيها بعض المشكلات. خلي بالك الكلام ده يفكرني بحاجة مهمة قوي، إن الحقوق في مناطق الأنهار تتعدد أنواع الحقوق في مناطق الأنهار. نعم، حق الملاحة، حق صيد الأسماك، حق توليد الطاقة، حق صيد الأسماك، حق الملاحة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة، حق تقسيم المياه. يبقى دي تتعدد أنواع الحقوق أو النزاعات في مناطق الأنهار. ولأن كان هناك نزاعات في مناطق الأنهار خاصة الأنهار الدولية طبعا، وضع معاهدة باريس، اتفاقية برشلونة، اللتان أعطت أو منحت الدول التي يمر بها نهر واحد حق الملاحة في النهر. ماذا يحدث إذا لم توقع اتفاقية برشلونة ومعاهدة باريس؟ لن يكون هناك أو يدور النزاع على الملاحة في الأنهار الدولية. تمام، نرجع الخريطة على الشاشة تاني. بيقول لي الأنهار الدولية الراين والدانوب، خلاص احنا شفناهم. تعالوا نشوف في خريطة أوروبا تاني دولة ذات نظام برلماني. دولة ذات نظام برلماني عندي المملكة المتحدة انجلترا، دولة يتولى بها الحكم رئيس الوزراء زي ما احنا شايفين. دولة ذات نظام حكم شبه رئاسي فرنسا، دولة ذات نظام حكم شبه رئاسي عندي فرنسا. في خريطة أوروبا أيضا دولة حبيسة، دولة حبيسة عندي برضو من الدول تقع شمال إيطاليا، هي دولة النمسا. تعال نشوف جزيرة، جزيرة سردينيا دي جزيرة إيطالية تابعة لإيطاليا زي صقلية، وهي من الجزر التي يعني جعلتنا نقول على إيطاليا أنها دولة مجزأة. إقليم يضع الانفصال، إقليم كاتالونيا. طبعا هنا يا أولاد من سلبيات الجبال، من سلبيات الجبال وجود بعض العناصر التي تطالب بالانفصال مثل إقليم كاتالونيا. عندي هنا جبال، تمام، جبال البرانس هي الحد الفاصل بين أسبانيا وفرنسا. ممكن يقول ألمانيا على وزن أسبانيا وفرنسا وانت متسرع هتقول له صح، لا، أسبانيا وفرنسا. دولة طولية الشكل إيطاليا، هي بالجزر بتاعتها دولة طولية الشكل إيطاليا. عندي بعد كده عواصم، روما عاصمة قديمة، عاصمة إيطاليا. عواصم تاني عندي باريس عاصمة فرنسا، من العواصم القديمة تاريخية. عندي عاصمة أخرى لندن عاصمة إنجلترا، هذه العواصم هي عواصم قديمة. دولة سهلية، طبعا عندي ألمانيا دي دولة سهلية واحنا شفناها قبل كده. دولة جبلية، طبعا عندي اليابان اهي من الدول الجبلية وطبعا شفناها قبل كده. دول متنوعة، عندي مصر دولة متنوعة التضاريس، وطبعا في خريطة العالم واحنا اتفقنا لما نكبر خريطة العالم ودي مصر قدامنا اهي ظاهرة بوضوح ايضا بحدودها المستقيمة من الجنوب، تمام، وحدودها او البحرية من الشرق والشمال بتطل على واجهتين ودي شايفينها واضحة قدامنا. طبعا احنا اولاد لما نيجي نتكلم على بعض الاسئلة الاخرى اللي عايزين ناخد فيها طبعا بعض الجوانب المهمة، هلاقي عندي اسئلة كتير جدا بتناقش افكار في منهجنا بناخد منها مثلا على سبيل المثال هنا في حدد الإجابة بين البدائل من أمثلة الحدود، نهر الحدود طبعا نهر الراين، وده طبعا اتفقنا ان نهر الراين حد فاصل بين فرنسا وألمانيا. اعترفت العراق باستخدام الأقلية مين للغتها، الأقلية الكردية.
يطلق النفط على منظمة التجارة الحرة التي تضم دول أمريكا الشمالية. تم إعلان دول مجلس التعاون الخليجي دي الوحدة الثالثة طبعا، تم إعلانها في أبو ظبي. عملية تغيير الأنماط بقى دي مفاهيم تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والاجتماعية يطلق عليها إيه؟ العولمة. مجموعة من البشر لها أصل عرقي واحد تعيش على رقعة من الأرض فترة طويلة اللي هي الأمة. مجموعة القواعد والتشريعات والقوانين تنظم انتخاب ممثلي الشعب، ده النظام الانتخابي. وطبعا رتبنا من شوية مراحل الانتخابات. موقع الدولة بين دوائر العرض وخطوط الطول بيسمى موقع فلكي. فن الإنتاج والأساليب المستخدمة في عملية الإنتاج ما يعرف بالتكنولوجيا. امتداد لليابس تحت مياه البحر من خط الساحل حتى عمق 100 قامة الرصيف القاري. طب حلف عسكري تم تفككه طبعا، حلف وارسو. أحد أجهزة الأمم المتحدة تهدف إلى تطوير التعاون الدولي، مركز التجارة. تعرض الإنسان رغم إرادته للهجرة خارج أو داخل الوطن الذي يأويه، طبعا رغم إرادته يبقى هجرة إجبارية وتقال عليها قسرية أيضا. أخذت قسرا يعني إيه؟ هجرت غصبا عني يعني. درجة من درجات التكامل الاقتصادي تكون بين مجموعة من الدول المتجانسة، أكيد ده التكتل الاقتصادي. حاجة طبعا هنتكلم عليها في الحلقات إن شاء الله القادمة. السلطة العليا لمجلس التعاون الخليجي من الرؤساء والملوك، ده المجلس الأعلى. قمة أجهزة الاتحاد على فكرة لمجلس التعاون هو المجلس الأعلى. ما المقصود بالجيوبوليتيك؟ دراسة تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية في سياسة الدولة الداخلية. أول من تحدث في هذا الفكر هو رودلف كيلن السويدي، وطبعا عرفنا الهدفين اللي قال عليهم. الدولة الفيدرالية الدولة التي تتكون من وحدات إدارية، ولايات أو مقاطعات أو محافظات ليها نوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا أمور السيادة. مساحة الدولة، رقعة الأرض التي تشغلها الدولة محددة بحدود سياسية واضحة معترف بيها. خلي بالك لما يجيب لك رقعة أرض تشغلها الدولة محددة بحدود سياسية واضحة المعالم معترف بها دوليا، وانت بمنتهى السرعة كتبت كلمة المساحة، خطأ. لازم تقول مساحة الدولة. لماذا أقول مساحة الدولة؟ لأن نحن نتحدث في الجغرافيا السياسية عن مساحة الدولة. فأي مساحة أنت تقصدها لما تكتب كلمة مساحة بس؟ مساحة المربع ولا مساحة المستطيل ولا مساحة الشقة ولا تتكلم عن أي مساحة؟ يبقى لازم أقول مساحة الدولة اللي هي رقعة الأرض التي تشغلها الدولة بحدود يعني واضحة وسياسية. طيب احنا اتكلمنا كتير في أسئلة كتيرة جدا، كم الأسئلة الهائل على مدى الحلقات الماضية، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية ده بيكون سند لينا ومذاكرة واضحة وصريحة لمنهج ممتع هو منهج الجغرافيا السياسية. استمتعت أنا شخصيا بتدريسه لكم خلال العام في على هذه القناة المحترمة الفاضلة، ومع طبعا طاقم القناة المحترمين. وبنتمنى لكم أبنائنا الأعزاء إن شاء الله دوام الصحة والعافية والنجاح، وبنزيع هنا في النتيجة بقى كان بيبقى يعني بيبقى يوم فرحة ويوم عيد، وبنتلقى اتصالاتكم وبنعرف مجاميعكم وبنعرف بقى أحلامكم والكليات اللي هتخشوها إن شاء الله. وده يعني نقدر بنقول القناة دأبت على ذلك دائما. إن شاء الله أنتوا جيل كويس جدا، والظروف هتبقى إن شاء الله في المستقبل كويسة بالنسبة لكم. نتمنى لكم الخير والتوفيق ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.